طيب لماذا تسكن جسدة؟ الغيم هذا ما هو؟ الغاية؟ لكي يعجبها الناس وتعمل كيف؟ لكي يعجبها الناس يعجبوا بها. أنت ترين أن الناس يعجبون بها، هذا سكنتها إذن عن طريق العين. طيب سكنتها عن طريق العين، عن طريق إعجاب الناس لها. طيب وفي ماذا تتسببين؟ هل تعطين لها شيء؟ أشياء مثلا؟ نعم ماذا؟ زواج. طيب جيد، تعطين الزواج. هل لك يعني تساهمين في الطلاق؟ طلقتها مثلا؟ لا، اللي كان صهيب هو اللي طلق. لا، قبل أن يسمي صهيب ماذا كان اسمه؟ عمر. عمر، هذا النصراني أو نصراني صح؟ مسيحي الذي سمينا عمر صهيب، كان اسمه عمر. نعم. سمى نفسه صهيب، والآخر الصبح سمى اسمه فاروق. ماذا كان اسمه عمر؟ ماذا كان اسمه؟ الشيطان المتمرد. ماذا كان اسمه كريس؟ اسمه ما اسمه؟ جوزيف الأول. لا، هذا كان عمر، كان يكذب. هو اللي كان عمر. كان جوزيف. والذي سمى نفسه الشيطان المتمرد. اها، وانا الشيطانة المتمردة اصبحت، كان اسمي ليلى. تبت الصبح بفضل النقاب. ما شاء الله. طيب انت في الصباح تبتي، كانت انت الشيطانه في اي مكان كنت تسكنين؟ في اي مكان بالضبط؟ في البواسير. وخرجوا البارح كي طلعتني لفوق. اي نعم. وسيحت بزاف. في من الماء وكذا من الخلف الاسفل خرج. واليوم لما رقيت خرج الدم. يا الله. وانا ما قدرت دوك ندرس. عرفت. يعني اسهار طويله قديمه جدا. نعم. كم لها من سنة تقريبا هذه الأصحاب؟ من الصغر عين. 20 سنة تقريبا؟ طيب هذه الأصحاب كلها صنعت من أجل تعطيل الزواج. تعطيل الزواج؟ أيوة. والتمريض. والتمريض. نعم. طيب وماذا بعد؟ عشان الناس يكرهوها ويتكلموا فيها. يتكلموا فيها بالسوء. بالسوء. نعم. بالسوء. نعم. من يتكلم معي الآن؟ أنا خديجة التي أسلمت. ماذا كان اسمك؟ ليلى. ليلى. وماذا كنت تصنعين؟ أنت دخلتي على طريق العين. طيب. أنا أزينها وأجملها. في أعين الرجال. نعم. وفي أعين النساء. في أعين النساء. والمكان الذي تروح إليه تقضي مصالحها بسهولة. بسهولة. لأنك تحبينها. نعم. تضعين القبول في الأرض يعني. نعم. بشكل شيطاني وليس رباني. نعم. خلاص فهمت أنا. فهمت. لكن له عواقب، تعطينها من جهة وتأخذين من جهة. نعم. ماذا تأخذين منها؟ نأخذ منها نقص لها من صلاة الضحى، من الصوم، من الصيام، من قيام الليل، من المنع بتاتا إلا قليلا. أي نعم. ومن صلاة الفجر قليلا، الأيام فقط لما تلقي الدورة وتخلص. أيوة. أمنعها في أيام 3-4 وهي تغلبني. يعني أنت فقط تعطل أمر العبادة. نعم. فقط. والزواج. نعم. إذا العبادة بشكل عام تأخذين من الأشياء، والزواج بشكل أهم. نعم. حتى تبقى لك أنت. نعم. مفهوم. فهمت أنا. طيب إذا أنتم كنتم تعملون بسحر شيطاني. أنا أذكرك بشيء تنسيتموه. أنا أذكركم به. هذا. هذا هو مفتاح القصة ونهايتها بإذن الله تعالى. هذا هو الذي الرسالة أتت من الجزائر. وإذا قلتم إذا الشيخ نعيم فكها فكت القصة، ففكت منذ البداية صح؟ منذ أول جلسة، منذ أول كلمة صح؟ بفضل الله جل وعلا. قلت لهم شافني بعيونه. أي نعم، الحمد لله، توفيق من الله. طيب وهذا هو السر الذي من أجله دخلتم. الآن بعد هذه القصة الطويلة نأتي إلى ختامها، وأسأل الله يكون ختامها مسك إن شاء الله لنا ولكم. طيب هذه كفاكم تعذيبا، عذبت ما فيه الكفاية أكثر من 20 سنة لا تعذب وحدها، وهي ومن حولها يعذب، أمها، ذويها، إخوانها، الكل يعذب معها. تطلق من 3 رجال، من الزوج الأول والزوج الثاني والزوج الثالث، وفوق الطلاق آهات ومعاناة، أمراض عضوية ونفسية. كفاكم إثما وجورا. فأنا الآن أريدكم أن تعلنوها لله جميعا، إسلام وتوبة وخروج، طاعة لي ليس لي وإنما لله جل وعلا. خلاص، وأن تكونوا عباد الله إخوانا. خلاص يكفيكم ظلما، والله أنتم على خطر، أقسم بالله العظيم. إذا لقيتم على هذه الشاكلة
ربنا جل وعلا مع حلمه ورحمته لكنه شديد العقاب سبحانه. فكفاكم عندما تطلق المرأة من الزوج الأول وترقب الزوج الثالث ثم تطلق منه والثالث يصير أمر نفسي عظيم جدا، جروح عميقة جدا لا يعرفها إلا الله، مفهوم؟ والأسباب تصير تافهة جدا، وفي النهاية عندما تطلق ثلاث مرات سيصير المرأة محل تهمة وسوء، والكل يتنقص منها. لماذا؟ الأول والثاني والثالث لا يعرفون أن أصحار وأعين حسد، بل الكل سوف يقول الإثم والوزر والسوء والعيب والعار في المرأة، صح أم لا؟ مع أنها بريئة. وقد يكون الرجل يطلقها كذلك هو بريء، لأن أنتم السبب، إما تشوه جمالها في عينه أو ضيقا اتجاهه، صح أم لا؟ تبكون الآن عينكم تدمع، سبحان الله. هذا ما عملنا، هذا ما عملتم. أعرف أعرف أعرف، خير إن شاء الله. الله. الحمد لله، قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد الذي وفقكم. هذا الذي هدانا وما كنا لنهتدي إلا بإذنه ورحمته. طيب خير إن شاء الله. قال تعالى عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. افهموها وعقلوها. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. الله يعفو ويرحم ويغفر، وكبير سبحانه. عظيم جل في علاه. عظيم. وهي لن تضيع بإذن الله، لن تضيع عن هاته السنة عذبت فيها، سيعوضها الله خيرا. عذب موسى وعذب عيسى وعذب محمد، ومع مكانتهم عند الله جل وعلا، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر إيمانه. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لكن عند الله جل وعلا لا يضيع أحد. نعم ابكوا، لن يضيع أحد بإذن الله جل وعلا. والله رحمة الله فوقنا عظيمة، رحمة الله يعني محفوفة بنا لكن لا نتلمسها. رحمة الله معنا في أنفاسنا وفي حركاتنا وسكناتنا. نحمدك يا الله على نعمك وفضلك وعطائك، نحمدك يا رب، نحمدك يا رب يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. امين يا رب. ظلمتموها صح كثير كثير كثير، عذبتموها كثير بزاف، فوق ما تتخيل فوق ما تتصور. انا اعرف اعرف لدرجه ما تتصور. لا يعرف قدر المعاناه الا من عاشها. نعم. عندما تعاني بالأيام والليالي، بل بالساعات، بل بالدقائق، بل بالثواني، بالثواني المعاناة. وقد تأتي عليها وقت المعاناة وهي وحدها معها ربها فقط، وقد لا تشتكي من الكثير، تقول القليل فيصبح عند الناس كثير، وما تخفيه أعظم وأكثر. أعرف من غير أن تكلم، أنا أعرف أشياء. فالحمد لله، ربنا لا يضيع. والله ميزان الله عدل، ميزان الله عدل سبحانه. إذا أخذ منا من جهة يعطينا من جهات كثيرة، وإذا ظن الناس أنهم يسلبوننا فإن الله يعطينا، وإذا ظنوا أنهم ينقصوننا فإن الله يزيدنا. فإن الله عظيم حليم، خزائنه ملأة، خزائنه ملأة. يعوضها بالزوج الصالح الذي يكن لها الحب والتقدير، والذرية الطيبة والسعادة، والبيت الذي تحظى فيه بكل حب ود إن شاء الله تعالى. يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. جعلها الله مفتوحة، ظن بربك ما شئت، إن ظننت به خير سيعطيك، والله لو ظننت فيه مالا سيغدق عليك بالمال، فاصبر ولا تجزع. إن ظننت فيه رزقا سيرزقك، والرزق عام، ذرية، أبناء، صلاح، تقوى. وقيدها أو اجعلها مطلقة عند ربك، وربك عز وجل يعلم ما تكن الصدور وما تدق به الألسن. نعم، منعتموه عن الذرية. يا الله يا الله يا الله، تموت وحدها، عطلتم الأزواج والذرية. قالها قبلكم وربنا أجاب: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وكم من علماء ماتوا وما تركوا ذرية، وخلدت أسماءهم في الآفاق. فربنا يرفع أسماء من شاء، ويعلي قدر من شاء جل وعلا بأسباب بسيطة جدا. اللهم أعلي ذكرنا، أسأل الله أن يعلي ذكرنا. آمين.
أسأل الله يعيد ذكرنا. آمين. اللهم آمين. آمين. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. نعم، ورفعناه مكانا عليا. وجعلني مباركا أينما كنت. تأملوا كلام الله جل وعلا. أسلموا جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أسلمت جميعا. اليوم أريدكم أن تقوموا ببرنامج اليوم في هذه الليلة، اسمعوه كلكم يا معشر الجندين في جسدها، سورة البقرة التي لا تستطيعها البطلة، وآل عمران الزهراوان تكونان كالغيامتان تظلان عن صاحبهما يوم القيامة، وتقرأ الجاثية والدخان والصافات هذه الليلة، والأجمل والأكمل والأفضل أن تقرأ بهما في قيام الليل الذي منعت منه سنوات. مفهوم هذه الليلة بذكر والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهمت؟ وقبل الفجر بنصف ساعة الجلوس المصلى والاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. الاستغفار أنتم وهي تستغفرون وتبكون. الاستغفار قبل الفجر هذه الليلة، وغدا إن شاء الله الخروج طاعة لله. اتفقنا على هذا الوعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. جو في القيام اليوم. كيف؟ في القيام. نعم. قبل الفجر. نعم. قمنا جماعة. نعم ما شاء الله. في الدعاء. نعم. هو تكلم وقال. نعم. هو مرشوش هنا بالسم الحية. طيب خير إن شاء الله. أكثر من الدعاء هذا البرنامج، وغدا إن شاء الله أمر الخروج. إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا.